أمي، أجمل كلمة بقولها يا أحلى نشيد، يا نغمة جميلة، يا نغمة ويا غنية ويا قصيدة ويا لحن ويا نغم ويا كل الكلمات اللي بتغنى ومهداة للأمهات. تحية مرة ثانية لكل الأمهات، والرحمة والمغفرة لمن رحلوا جسدا وروحهم باقية، تربيتهم بتكون راسخة ومبادئهم اللي بيعلمونا عليها والأخلاق اللي بيعلمونا عليها هي ما تزال باقية. نعم، 21 مارس دائما هو يوم خصص في كل أنحاء العالم للاحتفال بالأم. طبعا عيد الأم هو احتفال ظهر حديثا في مطلع القرن العشرين، تحتفل به بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابط الأم بأبنائها وتأثير كمان الأمهات على المجتمع. لأنه يعني نحن في السودان ما بنقول إنه نحن بنحتفي بالأمهات في يوم محدد، نحن كمسلمين وكسودانيين دائما وابدا بنحتفل بامهاتنا في كل حين وفي كل وقت، وبنفرح بهم بوجودهم جنبنا ومعانا دائما وابدا. هم منورين حياتنا وهم اللي بدونا دافع لانه نحن ننجز ونمشي لقدام وننجح. هم معك حتى في لحظات الفشل، هي بتكون مبسوطه جدا انها هي معاك واقفه معاك وبتشيل همك ودائما بتبسط الحاجات حتى وان كانت حاجه صعبه وهي ما بتفهم فيها برضه بتبسطها لك. ممكن دعوه منها بس تفك الكرب كلها وتخليك انت انسان يعني تقدر تقدم حتى وانت في لحظه ياس. تحيه لكل الامهات في كل مكان، وكمان تحيه للناس الامهات رحلوا وهم بتابعونا، نقول لهم ان شاء الله يعني دي حال الدنيا وربنا يرحم كل الامهات رحلوا، يا اغلى ما تحت التراب ويا نجم من دنيا نقاب. اليوم عزيزه الحلقه الاولى تخصصناها للام، تواصل الام واطفالها. ضيفتنا اليوم في البرنامج دكتور مها مختار، الاستشاري ومدرب لغة الجسد والبرمجة اللغوية العصبية، موجودة معنا في الاستوديو. أستاذة مها أهلا بك. مرحبا بكم، وكل سنة والجميع الموجودين في الاستوديو وخارج الاستوديو، أمهات وآباء والما دخلوا جربوا إنه نكون أمهات والما جربوا يكونوا آباء، برضو مستقبل شيق بالنسبة لهم. كل سنة والسودان كله بخير وجميع الأمهات، وأختص بالأمهات اللي عندهم طبعا 21 مارس عيد الأم، 21 مارس اليوم العالمي للمتلازمة داون، فبنقدم التحية لجميع الأمهات اللي عندهم أطفال عندهم متلازمة داون، ونقول لهم سنة سعيدة عليكم، وتأكدوا إنه الطفل الموجود في البيت رحمة. صحيح. جميل. دكتورة مها، حنتكلم أول حاجة عن عرفينا عن لغة الجسد بشكل عام، بعد كده نشوف التقاطب بلغة الجسد بين الطفل وبين الأم والعكس كمان. طب لغة الجسد هي لغة قديمة يعني موجودة من الأزل، حنجي نلقى إنه في العصر الحجري حتى إنه الإنسان البدائي الإنسان الأول ما كان في لغة، كان بيتعاملوا بالإشارة. حنجي نلقى إنه تكوين الدماغ فيه ثلاثة أجزاء، في دماغ بدائي يعني دماغنا ده فيه جزء بدائي لا يفقه شيء غير الفر والكر، ده بينعكس لما إنه أنا ألاقي زول أول مرة وأتقبله قبول حسن، ولما زول ألاقيه تكش منه بيكون السبب الأساسي لغة الجسد. في اللحظة دي بيشتغل الجزء الشغال المسؤول عن الكرة. أيوة. نحن نتواصل، تخيلوا عن كده نحن نتواصل، كم في المية لغة جسد، كم في المية نبرة صوت، كم في المية كلمات. ده التواصل مقسم للحاجات دي نعرف انه مقسم لثلاثة اشياء. لغة الجسد افتكر انها بتكون النسبة الاعلى. ونبرة الصوت. لا دي يمكن ثالث واحدة ثانية. وثاني واحدة الكلمات. أيوة. هل تصدقوا إنه الكلمات بضخامة وبكمياتها 7% فقط؟ يعني نبرة الصوت أعلى من نبرة الصوت 38. 55 في التواصل لغة الجسد. فالكلام ده كله محكوم بلغة الجسد، موجودة في القرآن الكريم، موجودة إنه في إشارات كثيرة للغة الجسد. الجنين في بطن امه بيتعامل بذبذبات، هي عباره عن لغه جسد. الاحساس داخل بطن امه، يعني امه لما تخاف بينتقل له الاحساس عن طريق ذبذبات.
سبحان الله دكتوره، ما مقاطع على كلامي، لكن حبوباتنا وامهاتنا بيقولوا المراه الحامل ما تزعلوها، ما تضايقوها، ما كذا بينعكس يعني كلام بتاع حبوبات ما بيقولوا ولا يلا ولا حبوباتنا ديل كان جينا رجعنا لهم في اي حاجه هنا الاصل بالمناسبه. وكمية العلوم اللي عندهم نحن حنفاجأ في انه كمية العلوم الموجودة الان عند حبوبة موجودة في البيت، انت حتتفاجأ في انها هي في حاجات بتعملها بالفطرة بالفطرة، لكن الان اثبت الابحاث والدراسات اثبت انه الكلام ده صحيح، انه الام ما يزعلوها لانه الزعل بأثر على الجنين. اول حاسه بتتكون حتى لما نجي في المصحف بنلاقي انه في جميع الايات في المصحف بيتكلم انه السمع يسبق جميع الحواس. السميع البصير السميع العليم، في اي ايه حتلقي انه السمع في الاول. نعم صحيح. ليه؟ لانه السمع اول حاسه بتتكون عند الجنين. والإنسان عندما يموت آخر حاسة بتنتهي منه السمع. صحيح، هو برضو بيقولوا آخر الواحد بيسمع الميت بيسمع آخر خطوات فأول حاسة بتتكون. الجنين في بطن أمه بيسمع، أثبتت الدراسات الآن إنه الجنين بيسمع، عشان كده أنا بتمنى الآن أي أم بتسمع فيني بتحضر الحلقة دي إنه تتعامل مع البيبل في بطنها إنه هو سامعة، حتى لما تلمس بطنها هي الإحساس ده بتنقل له. الحاجة دي بتثبت بعدين في شخصية الطفل إنه بكون عنده ثقة، حاجة تكون عالية جدا. والأمان برضو بحس بالأمان إنه يعني الأم دي قريبة قريبة منه. عندك تجربة تكلمنا عنها تحت الهواء شخصية عملية إنه يعني. إنه أنا عندي مي بيتي لما عرفت المعلومة دي جربتها فيها إنه كنت بسمعها آية الكرسي لمدة أسبوعين وقمت جيت وقفتها. لما وقفتها ما تتخيلوا إنه كان يعني بيترفس، أنا لما بشعر إنها حتطلع من بطني أمي جدا ما هي بتعترض. حتى بعد ما ولدتها إنها كان لما عايزاها تهدى بس سمع آية الكرسي. فالحاجة دي علميا وعن تجربة الآن يا ريت الأمهات كلها يا ريت إنه الأمهات دي روشيتا مجانية بمناسبة عيد الأم، إنه الأمهات كلهم ينتبهوا للحاجة، ينتبهوا لصوتنا العالي لانفعالاتهم بالذات بعد ما تتم في الثامن، يعني في شهر الثامن التاسع دي بتكون خطرة جدا على الجنين. الجنين الطفل اللي بيطلع بيكون عصبي لأنه أمه مرت بأيام عصيبة بتاعت توتر وانفعال أثر عليه. طيب دكتورة، الأنماط الحسية بين الأم وأبنائها برضو نتكلم كيف تتم ترجمتها؟ طيب الأنماط الحسية إن هي مقسمة لثلاثة، إنه في إنسان المعلومة بتدخل في دماغه عن طريق صوت اللي هي نبرة الصوت. الجنين في بطن أمه بيعرف نبرة صوت أمه، لما يطلع للدنيا بعد 24 ساعة بيكون بيعرف الريح بتاعت أمه وبيعرف صوتها. يمكن النظر بتكون بعد 3 شهور. صحيح. في النمط الثاني اللي هي الصورة، صورة بتتكون بعد 3 شهور. ثاني في الحس اللي هو إنه بيعرف ريحتها، بيعرف ملمسها. في معلومة تاني إنه الإحساس في جسم الإنسان. الطفل لما الأم تكون شايلة وبترضع فيه بكل لصيق ملتصق بها. الالتصاق أكثر في الجذع وهنا المسافة بين الكتف والمرفق. عشان كده المنطقة دي خطرة جدا، بتستعمل سلاح ذو حدين. أنا عندي طفل في الروضة، عندي طفل في البيت، عندي طفل في المدرسة، عايزة أهديه وبمسكه من هنا. حتى بنلاحظ إنه الطفل لما تقرب تمسكيه من هنا اليمين بالذات ولا بس لا الاثنين، ما هو الردعم بيضع من اليمين. فالإحساس عالي جدا. في ناس كتار حسب بالنسبة لهم مصدر أمان، ناس كبار بالمناسبة إنه مجرد ما تلمسي. بنلاحظ الحاجة دي في مثلا لما نمشي نلاقي أعمامنا خلالنا ناس كبار لما نزول يلمسوا في المنطقة دي طبطب عليك هنا لما ندرس كرة ولا حاجة هو بيطبطب عليك وهو بالمقابل هو ذاته أنت كان هبشته هنا ما تتخيلوا الإحساس ده كيف. حتى في السلام في ناس عندهم كده بيكونوا ماسكين في الحتة دي يعني الاثنين بيكونوا بيتسالموا بيهبشوا في المنطقة دي، فالمنطقة دي خطرة خطرة جدا. تستعمل سلاح ذو حدين في نستعملها بطريقة سالبة الإنسان لما تحصل له كارثة مصيبة عزيز فقد عزيز نحن بنجي نمسك كده
المسكه دي خطا، مسكه باليدين الاثنين لما نكون زول مثلا، يعني عندك زول مثلا يعني توفى على عزاء خطا، او 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 زول مثلا رسب في نتيجه خطا، بتركز في حاجه اسمها المرسى كده، بترسم للانسان، الانسان مجرد بالمناسبه الذاكره بتشتغل باللمس اسرع من الذواكر الثانيه، فمجرد ما انت يجي نفس اللمسه امسكها مره ثانيه بتعيد لي شجون الاحزان بتاعت اليوم ده، لانه كان ضم مقصود ضم اللحظه. ايوه، فعشان كده دايما بنقول انه يا اخواننا لحظه الحزن، لحظه الخبر، لحظه الحده الشعوريه دي، انه ما تتعامل مع الانسان تمسكه في مناطق حساسه، انا بترسيبه له. يعني نسوان عندنا هنا في السودان بيقول لك ليه وما عزتني وما قلدتني وما، يعني هو ده لهم بالمناسبه، يعني عندهم غلط بعكس الكلام تماما. ممكن يخفف عنه طيب، طالما عزه قالت لك انه هم بلوموك لو ما قالت لهم، لا هي تربيت، ما في فرق بين انا اربت عليك كده وامسح، وفي فرق لما امسكك بعنف بقوه. لو انت لو انت منهار وزول مسكك وقال لك ارجع لل يلا ارجع، ما تمسكه هنا، قوي ايوه ما تمسكه هنا، ممكن تمسكه في اليدين هنا ده، لكن في المنطقه دي ما تمسكه، لانه عديل بتعمل ترسيب له في الحده الشعوريه بتاعته، بعدك دي بتكون بالمناسبه حاجه خطر، انه ثاني كان زول ساقي هبشه وضغط له بتكون مشكله. طيب هنرجع للام ثاني، لغه الجسد، بما انه ذكرنا انه الواحد تمسك من منطقه معينه، اول الشخص يعني اي شخص يمسك من منطقه معينه، بيتين الام مثلا تمسك الطفل لما تكون عايزه مثلا تعنفه، لما تكون عايزه تعاقبه، لما والاماكن يعني في اماكن أيوة في الجسد معينه ممكن تكون عندها اثر. يعني دائما نحن بنتعامل بلا المبهمه للطفل، لا ما تعمل كده، لا الطفل عشان تيجي توري الحاجه دي صح ولا خطا، زي الكاس ده عايزه ما هي بيشو، انه لازم اول شيء الاي كونتاكت اللي هو التواصل البصري مهم جدا، يا ترفع الطفل ليك يكون في مستويات، يا انت تقعد له في الارض، المهم انه الاي كونتاكت يكون في مستوى واحد مباشر جدا واحد. ثاني حاجه انه تشرح له الشرح، نحن بنتعامل مع الطفل انه ما بيفهم الحاجة دي كبيرة عليه. أنا عايزة أقول إنه حسي السنين دي يعني، وحسي في جيل جاي أنا غايته، بس ربنا يعيننا وعين الأمهات وعين المعلمين والمعلمات عليه، لأنه في جيل متقدم سابقنا بسنين ضوئية، لأنه الأماكن استصغر المعلومة عندهم كثيرة شديد، فالفهم عندهم عالي. نحن نتعامل مع الأطفال إنهم فاهمين، تتعامل معه زول راشد، ما طفل صغير ما بيعرف، اتعامل معاه بالاي كيو يعني بمقياس الذكاء العالي. انه انت بتتكلم مع انسان راشد فاهم، ما بتقولي انه الحاجه دي كبيره على ما بيفهمها، لا بيفهموا، هو مشكلته نحسي في عدم التواصل، بانه انت بتتعامل معاهم ما بيفهموهم فاهمين اي حاجه. بالمناسبه بيضحكوا كمان علينا، بيجوا بكون بيضحكوا علينا، اي والله العظيم. فاكتين سنين ضوئيه. طيب يا دكتوره، كيف يعني الطفل يقدر يتعرف، الطفل الرضيع تحديدا يقدر يتعرف على 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 امه في حركه الجسد؟ طيب الطفل هو داخل في جنين رضيع، لا ما في الاول جنين، هو جنين عرف نبره صوته. طيب بالمناسبه في ذبذبات، حتى ان احنا بنتكلم عن الطفل الفاقد السمع، الطفل الفاقد السمع لانه اصلا الاصوات بتوصل ذبذبات. طيب فمعناه حتى داخل في بطن لا اتصلوا، وحتى لو فاقد للسمع هو في بطن امه بيكون بيسمع. الانسان الفاقد السمع الذبذبات بتوصله، حسي الان الدراسات اثبتت انه الذبذبات بتوصل، ما عليها ما مرتبطه باستقبالك للسمع يعني. ايوه في ذبذبات كمان يعني. عندها اجهزه برا، عندها يكون حفظ ملمسه، حتى خطت يده، حرارة جسمه بالمناسبة الدفء في الجسم انه بارد حار، الحاجات دي كلها بالنسبة لسنس بيعرف بها حاجاتها، بيعرف حتى عندنا حبوبات بيقول لك خطي توبي عشان يشم، ايوه ما هي الريحة بتاعتها، فالرائحة هي مميزة بيعرفها.
طيب جميل. برضو نمشي في مع لغة الجسد نفسها بين الطفل أمه، لسه مش الطفل وأمه بس، يعني حتى المحيطين به كيف يقدروا يتعاملوا مع الطفل جسديا، يعني حاجة محسوسة برضو الطفل نشوف المناطق اللي في جسده أنا عايز أتواصل بها معه لكن هي محظورة عند الطفل. دائماً قلنا إنه المنطقة بين الكتف والمرفق هنا المنطقة دي حساسة، أنا بستعملها إنه دايرة أطمن، دايرة أزرع فيه طمأنينة، دايرة أمان. دائماً الآخرين إحنا بنقول إنه ما تهبشي لأنه ما بتقبلي. يعني إلا يكون مطمئن لك، حتى كلمستي ما لاحصل في الروضة لما تيتها بشي كده بيفرفر منك، لأنه أنت لسه بالنسبة لما مصدر أمان يعني. لاحظوا لهم إنه بيكون بيتملص، عشان كده أنت إذا عايزة تخلقي تواصل معه أول حاجة خليه يطمئن لك حتى انتهى بشي في أماكن حساسة اللي هي دي بالنسبة له. مع التواصل بينه يكون شنو عشان يطمئن الطفل؟ الآي كونتاك مهم، عنده مهمة، نبرة الصوت، الابتسامة، نبرة الصوت، اللعب في نبرة الصوت دي مؤثرة جدا للطفل. في لما تقول له تعال، في لما تقول له تعال، النبرة هنا مختلفة، طيب معنى نفس الجملة نفس الكلمة. يلا نبرة الصوت بالنسبة له مهمة جدا للأطفال. معناها كده دكتورة يعني الأم بتتحكم في شكل اخلاق وتفكير ولدها، لانه مثلا لو اقرب لك النصحه، لو لقيت طفل صغير سايق وزول جيت تتعامل معاه وما بيتعامل معاك طوال، ما بيتجاوب معاك، في واحدين بيتجاوب معاك طوال، دي ذات اللي بيتجاوب معاك طوال دي ممكن تكون حاجه خطره للطفل اللي قدام، انه أيوة. بيتكلم معي زول، بيمشي أيوة. معي زول أيوة. فالام هي بتلعب دور اساسي في الحته دي، في انه يتفهم انه ده غريب، انت ما تمشي مع الغريب. الحاجه دي لما حتى لما تيجي تقول انه لازم يكون في التواصل البصري، انه في نفس المستوى، نبره صوته لما تيجي تشرح له حاجه انه الحاجه دي مهمه لازم تغير نبره صوته عشان هو ينتبه، عشان الحاجه دي تترسخ عنده في دماغه. عندنا مشكلة في برمجة اللاوعي، دماغنا اللاوعي، إنه دائما نحن نقول له لا ما تعمل كده، هي دي عنده رسالة بتمشي في الدماغ عنده أعمل كده، إنه بتشرحي دائما من غير جملة منفية. أيوة مهمة جدا، أنا عايزة أنبه الطفل لحاجة ما يعملها بنبهه لا من غير جملة منفية، لأن الجملة المنفية بتخش في الدماغ في اللاوعي، الحروف النفي بتتمسح بتكون اعمل. ما شاء الله يعني النفي اول حاجه بيجي الماء ولا لا ممنوعه دي. طيب الطفل كيف هو انا اعلمه يستعمل استعمال يعني مع الام مع الاب مع الخال العم يلا مع اقرانه، كيف مع الناس في عمره الناس الاصغر منه كلغه جسد وهو لسه طفل، كيف انا اقدر اخليه يتعامل بيها؟ طيب هو اصلا سلام وحاجات كل تفاصيل فطره بيتعامل بها، لانه اذا جينا عملنا مقارنه بالطفل في الروضه كويس والطفل مثلا في الصف الرابع هنلقى اختلاف في الصف الرابع، كبر وبقت فيه محظورات كثيره هتلاقيه قاعد كده متسمي، لكن هو في الروضه بيتعامل بأريحية بفطرته، بيعبر عن كلماته بيده بجسمه كله، دي اصلا فطره، نحن اللي بنشوه هالفطره. اعمل كده مع سليمه اكثر من التربيه. طيب يا دكتوره في سؤال ممكن يكون ما عنده علاقه بالام ويكون عنده علاقه بالام، عنده علاقه لكن بلغه الجسد. لغه الجسد مهمه حتى في التعامل العادي بين الناس، يعني موجوده بيننا في الحياه. فالان نحن كلامنا كله بيقع عبر الواتساب والفيسبوك، فلغه الجسد ما في الحته دي، حتى لو قلت لك خلاص خير، خلاص خير دي انت ما شفتني قلت لك كيف خلاص خير احتمال صريت وشي بدون لا لو بتكلم رسمي ممكن ما ارسل له موجه اقول له خلاص خير، فهو ممكن يفهمني غلط، ممكن انا اكون ببتسم كتبت له خلاص خير، فلغه الجسد ممكن برضه دايما تتحدث عن الحاله دي في انها هي مهمه في توصيل وتقريب وجهات النظر والمعلومه كذلك. دائما اذا انت عندك موضوع مهم تتواصل عن طريق السوشيال ميديا، مهمه جدا يعني، والحضور مهم جدا. لكن في ناس الان ما انا دار اقول لهم انه المهارات دي زادت جدا ارتفعت، في ناس من طريقه ردك خلاص خير دي كان بين خلاص والخير في اسبيس
اثنين سبيسين تو يعني سبيس بيفهم ما زي لما تعملي سبيس واحد. انت ما مدركه الان ارجع لمحادثاتك في الواتس في حتجي تلقى انه في تعاملت سبيس سبيسين الاخر مدركه. انت الاخر ده كان جي سالته قلت له مثلا عرفتني كيف انه انا ما كنت جادي في خلاص خير انه الحاجه دي حاعملها هيقول لك انا عارف لكن ما عنده دليل. دليله اذا رجع حجات وشاف الحاجه دي في حاجات نحن بنعملها لا اراديا وهي بتعبر عن حاجاتنا الداخليه حتى وان كان الانسان ما موجود معاكم بتتحارب بتتعامل معاه حرف. الان في مقدره مبالغه في انه الناس بقت تعرف حتى عن طريق الحروف. صحيح جميل. دكتور مها مختار استشاري ومدرب لغه الجسد برمجه اللغويه العصبيه شكرا لك ونورتيني كثير. الله يسلمك وشكرا لكم جميعا وكل سنه وانتم طيبين وجميع الامهات بخير وصحه وعافيه والسودان جميعا يعيش في فرح وسعاده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا دكتوره مها. نطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونعود من جديد بمواصله حضره المساء. خليكم قريبين.